مشاهدينا الكرام في كل مكان، اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات برنامج تواصل. من اكتر الحاجات اللي ممكن تكون مهمه عند الاباء والامهات هي الحاله النفسيه والصحيه للطفل. في بعض الامراض او بعض المشكلات لما بتظهر على الاطفال بتكون مش بس مشكله للطفل، لا دي بتكون مشكله للطفل وللاسره وللمحيطين معاه، وخاصه اذا كانت مشكله صعبه التعامل او مش عارفين نتعامل معاها، او احنا ما عندناش الخلفية أو الخبرة أو كيف نتعامل مع هذه المشكلة. النهاردة هنتكلم عن التوحد. كتير نشوف طفل قاعد لوحده كده على جنب فنقول لك ده ولد متوحد. طب هل التوحد ده بيجي بسبب أسباب وراثية في الجينات الوراثية؟ ولا التوحد ده له علاقة بنشأة الطفل نفسه ممكن تؤدي إلى التوحد؟ ولا ممكن يبقى له علاقة بالحالة النفسية والمزاجية فيصاب الطفل بالتوحد؟ ده اللي هنعرفه النهاردة مع الدكتور أحمد سلام محمد، أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة. دكتور أحمد أهلا بيك. أهلا ومرحبا بحضرتك. منورنا يا دكتور أحمد. منورك الله يخليك. أنا عارف إن أنت من الأطباء القليلين المهتمين بفكرة الحالة النفسية للطفل. قول لي بقى كده في البداية، يعني طبيب الأطفال دايما بيبقى مهتم بحاجات خاصة شوية بالطفل والرضاعة والصفرة ومش عارف حاجات زي كده. الدكتور أحمد ليه مهتم بالحالة النفسية للأطفال؟ أولا لأن الصحة النفسية للطفل يعتبر عنصر مهم جدا في بناء الطفل وتنميته. يعني الطفل بيكون يبقى تنميته كويسة وبالتالي بيبقى شاب كويس، حتى كمان تقبله لو نفسيا، تقبله أنه لو أنا كتبت له أي علاج مثلا فبالتالي هيتقبله لو نفسيته كويسة ومرتاح ومفيش أي مشاكل اجتماعية عنده لأي حاجة. فكان التحدي بتاعي يعني ده من زمان، يعني أنا التحدي بتاعي أن أنا لازم أهيئ نفسية الطفل أولا قبل أن أنا مكتب العلاج. كويس، يعني دكتور أحمد مش من الأطباء اللي ممكن تخاف فتروح لدكتور أطفال يديك حقنة. تمام. دكتور أحمد مش من دول. بالظبط. عارف إن أنت عندك قناة على يوتيوب اسمها طبيب أطفال وحبيب العيال. منين حبيب العيال بقى؟ يا حبيب العيال لأن أنا منين؟ من كتر حب الأطفال. تمام، يعني هم الأطفال طبعًا أحباب الله. أكيد طبعًا. وبراءة الأطفال ما شاء الله، فأنا حبيتهم وبعمل تواصل معاهم، بتعامل معاهم مش كدكتور في العيادة لا أبداً، بتعامل معاهم عادي، إحنا مع بعض، أنا مش دكتور، أنتوا كويسين، مفيش أي مشاكل، مفيش عندك أي حاجة، بكشف على الطفل برضك وبهيئ النفسية للأم برضك. كمان يعني أنت بتتعامل مع الحالة النفسية للأم للطفل والحالة النفسية للطفل، فبتعمل تناغم ما بين الحالة النفسية للطفل والأم بالزبط. فبتخلي الطفل هو ممكن يبقى عايز يتعب عشان يجي للدكتور. تمام. طيب خلينا دايما بنسمع كده فكرة ان الطفل ده الولد ده متوحد. تمام. لانه قاعد لوحده كتير، هي المصطلح جه من الجملة دي. ايه هو التوحد عشان بس الناس تبقى عارفة ايه هو التوحد اصلا؟ بص يا دكتور خالد، هو موضوع التوحد في ناس كتير مش عارفاه، هو حديث الظهور ولكن بدأ يزداد تدريجيا، وما فيش وعي ولا في ثقافة ما بين الامهات ولا الاباء عن موضوع التوحد ده. هو عبارة عن خلل في النمو العصبي للطفل، وبيظهر أعراضه بعد السن الثالث، يعني هو عنده ثلاث سنين. أعراضه بتختلف من طفل لطفل آخر. جميل. ويش. الناس برضو في بعض الأخطاء، الناس بتفتكر أن موضوع التوحد ده بيبدأ أثناء الولادة، يعني الطفل ده اتولد يبقى متوحد. لا، ده في توحد مكتسب ومشهور الأيام دي. ليه؟ بسبب السوشيال ميديا بقى. بالظبط. وكثرة المشاكل الاجتماعية اللي بتحصل في الأسرة، الطفل بيشوف بابا ومامته بالشكل مع بعض على طول، فبالتالي الطفل مش لاقي اهتمام خالص وحاسس بملل، فبالتالي بنقول بيركن نفسه على جنب. بيبتعد، بيتوحد مع نفسه. كويس. طب لو جينا للدكتور أحمد نقول له أنا دلوقتي كأب وكأم، اكتشاف المشكلة في البداية جزء كبير من بداية علاجها وحلها. طبعاً. إزاي أقدر أكتشف إنه الطفل ده عنده توحد أو دي أعراض، لو لقيت التصرفات لو لقيت الطفل بيعملها ممكن أقول إن الطفل ده عنده مشكلة فأخده أعرضه عن طبيب الأطفال فيبدأ يشخص الحالة بدري. تمام. هو عنصر مهم يا دكتور خالد اللي حضرتك قلت عليه، فعلا مهم جدا. كل ما بكتشف توحد مبكر بدري كل ما بقدر أسيطر عليه. كويس. بمعنى إن أعراضه بنقسمها إلى أعراض تبقى مهارات اجتماعية، النطق والكلام، والسلوكيات بتاعة المجتمع. كويس. طيب إزاي؟
الطفل ده انا بنادى عليه باسمه ما بيردش عليا. ده اول حاجه. يعني محمد ما بيتكلمش. محمد احمد ما بيتكلمش. ده مش كده وبس، لا ده كمان لما اجي اكلمه ما بيبصليش، يعني يعني دايما بعد عينه عني تماما. باجي اسلم عليه او احضنه بيبعد. بيبتعد عني. بيبتعد عني بالظبط. ما عندوش القابليه للحضن او للحضن. لا لا بيبتعد. كمان ما هو مش عارف مشاعر الاخرين، يا ترى مثلا الام او الاب ده فرحان ولا زعلان، عنده مشكله او كذا. لا مش مش عارف المشاعر دي كويس. ما بيقدرش يحدد ما بين وقت الحزن ووقت الفرح ووقت البيئه. مش عنده التمييز ده. مش عنده التميز ده. كويس. العنصر الثاني النطق والكلام. هو بيحصل ان في تاخر في الكلام، يعني بيبقى بعد سنتين ثلاثه بس. ديت برضو بنقول عليها استثناء. ليه؟ ممكن ان في بعض الاطفال كده تدريجيا تقوم راح الام تقول يبقى ابني ما بيتكلمش خلاص يبقى توحد. خلاص كده توحد. لا مش كده. لا الطفل ده لما بيجي بيتكلم ساعات يمكن نسميه ان هو بيتكلم نطق كلام زي الانسان الالي. يعني انا عاوز اشرب مش اعرف كده، يعني النطق بتاعه مش منظم. كانك تجيب حد اجنبي كده ويحاول يقول كلمتين ثلاثه كده فيقول لك انا طالع النهارده مع دكتور احمد سلام بالظبط كده. ايوه بالظبط كده تمام. تالت حاجه برضك مهمه جدا، ان هو ما بيعرفش يميز الاشياء، ما بيعرفش كمان يميز ان هو ما بين كلمتين او يوحد ما بين كلمتين. او ما اجي اقول له قول لي مثلا انا رايح السوق، ما يعرفش، ممكن يقول انا في السوق رايح. ممكن الكلام ملخبط، ما عندوش ترتيب الجمل يعني. بالظبط. من ضمن العنصر الثالث بقى واللي انا بقول عليه العنصر المهم، الا وهو السلوك الاجتماعي. ايوه ده تقريبا ده مهم جدا. هو ده اللي وده اكتر حاجه ممكن دي بقى تظهر الاب يلاحظها او الام تلاحظها. بالظبط كده. الطفل ده بيحصل له حاجه اسمها ريبيتيتيف موفمنت، يعني ايه؟ فلابينج، يعني الحركه بتاعته بتاع ايده مستمره، بيقعد يعمل كده ويشبك ايديه باستمرار. لزمات. أيوة. لزمات بالظبط. بيبقى عنده لزمات، بيقعد اللزمات والطريقه دي. تاني حاجه بيحب دايما الحركه الاهتزازيه والحركه الدورانيه، يعني اي حركه حاجه مدوره مروحه او كذا دايما بينتبه اليها. تالت حاجه بقى برضك ومهمه جدا، ان هو لو انا مثلا جبت له مكعبات ان هو يرصها وينظمها، ممكن يقعد 48 ساعه ما عندوش ملل. يعني ممكن يقعد مثلا يقعد على الكمبيوتر فتره كبيره. يعني يعمل حاجه او لعبه، مكعبات، طين صلصال مثلا، حاجات زي كده. بالظبط كده. ينظمها ويقعد يعني بيكرر الموضوع. لو انا جبت له كوبايه ميه فاضيه وكوبايه مليانه، يحط الفاضيه في المليانه وهكذا، والمليانه في الفاضيه وهكذا، ومركز في القصه دي قوي. الحاجه برضك المميزه ان الطفل ده منظم جدا وعنده عادات لو اتغيرت هيضطرب. يعني مثلا عنده قميص مثلا حطه في مكان والقاه في مكان تاني، لا هيضطرب. لان هو منظم جدا. بيحب حاجه اسمها الفايت ديتيلز، يعني ايه؟ الحاجات الدقيقه اللي احنا ممكن ما ناخدش. عشان كده نقدر نقول يا دكتور احمد ان في بعض المتميزين طبعا او المميزين في مجالات كثيره، منهم علماء كانوا مصابين بالتوحد. بالظبط طبعا. ودي ميزه ان هما بنبقى اذكياء جدا يعني. برضك بس ذكي في جزئيه. في جزئيه لكن يفقد التواصل. هو بيفقد التواصل الاجتماعي. انما كعلميا لا ذكي، وفي علماء جدا ما شاء الله كان عندهم توحد، وما شاء الله علماء ومبتكرين ومخترعين وحاصلين على جوائز نوبل. يعني منهم اينشتاين تقريبا كان بالزبط. كان قالوا انه عنده توحد. بالظبط كان فبيقول ان هو كان عنده توحد وكان منفرد دايما وعازل كده بنفسه وبشعره على جنب كده وقاعد لوحده، فكان مركز فكان عرض توحد. ولكن طيب دكتور احمد دايما، طب نكمل، هل في اعراض تانية في لو لقيتها اقدر اقول ان الطفل ده ممكن يبقى عنده توحد قبل ما يدخل على الجانب الوراثي للتوحد؟ لا في طبعا. في كمان ان هو المؤثرات البصريه والضوئيه والصوتيه، يعني لو في صوت عالي، لو في اي صوت عالي ما بيحبوش. يعني دايما ان لو في صوت عالي بيبعد على جنب، ودايما لو في ضوء عالي برضك يبعد على جنب. يعني هو مش عارف يتأقلم مع المؤثرات البصريه والصوتيه. كويس. طيب قبل ما نكمل باقي الاعراض خلينا نتصل تليفوني. استاذ ابراهيم اهلا بيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيك يا استاذ ابراهيم، اتفضل. يا دكتور خالد الحمد لله بخير. انا بس شفت الدكتور احمد موجود على الشاشه، احمد سلام، ربنا يبارك في عمره ورب. احنا كنا رحنا له قبل كده، والنقطه الجميله اللي فيه اللي هو بيتعامل مع الطفل نفسيا قبل ما يتعامل معاه جسديا. فيا ريت الدكاتره كلها تعمل زي والله يا دكتور خالد.
شكرا جدا لاتصالك يا استاذ ابراهيم. عندك اي استفسار لدكتور احمد يا استاذ ابراهيم؟ لا والله انا كنت مبسوط ان انا شفته على الشاشه، انا كنت عنده في العياده وابني الحمد لله رب العالمين بفضل الله ربنا عافاه على ايده يعني. الحمد لله الحمد لله، ربنا يشفيه لك دايما ويتمتع بالصحه والعافيه. شكرا جزيلا لاتصالك يا استاذ ابراهيم. اللهم امين. بشكر استاذ ابراهيم طبعا، وبشكرك يا دكتور احمد على يعني احساسك دايما بالحاله النفسيه، ده شيء مهم جدا 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 جدا, جداً, جداً. واحنا فعلا بنفتقده في المجتمع دلوقتي. يعني مشاكل الاب والام ما بيعبروش، الطفل ده سيبك منه بيعيط، لا سيبك منه، لا مش عارف ايه عاوز لعبه، لا سيبك، الكلام ده كله اصبح الوقت. والدليل على كده احنا عندنا شباب يعني ضعيف شخصيته بسبب النشأة النفسية الخاطئة. دايما يا دكتور احمد الاب والام بيهتموا بايه؟ بالاكل، بالشرب، التغذية وهكذا. مش عارف ايه الكلام ده كله، تخن، خس، عنده انيميا، لكن مبسوط يا دكتور زعلان خالد. يا دكتور خالد في امهات مش مقتنعه ان الطفل عنده نفسيه، عنده نفسيه وهو بيتولد وهو بطنه، مش مقتنعه. يقول لك ايه ده عيل، ده عيل لسه صغير ما فيش عنده نفسيه، في لغايه الان ثلاث ارباع الامهات فعلا مش مقتنعين ان الطفل ده عنده نفسيه او زعلان او كويس. طيب خلينا ناخد اتصال تليفوني. مدام دعاء اهلا بيكي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. ازي حضرتك؟ الحمد لله بخير، اهلا بيكي. دكتور احمد مع حضرتك، اتفضلي. ازيك يا دكتور احمد؟ اهلا، ازيك، ازي حضرتك؟ الحمد لله كل سنه طيب. بالصحه والسلامه، كل سنه طيبه. بقول لك يا دكتور، انت طيب وحضرتك طيب. بقول لك انا ابني عنده الوقت 3 سنين. 3 سنين بس تحس، ايوه تحس ان هو غبي، يعني نضرب مهما نضرب هو يكب ويعمل عنادي، مش عارفه عنادي ولا ده غباء ولا ايه، بس من نوع الان عندي الفهم قليل. انا عندي بنت هي اكبر منه بسنتين، بس ما شاء الله ذكيه جدا جدا، انما ده ما بيفهمش حاجه. انا اقول له يا محمد راح هات كوبايه الميه جنبه، يمشي يلف حوالين نفسه ويدور ومش عارفه في ايه. تمام. مش عارفه هو ده غباء ولا عبيط، اصلا ما خدتش فيه اي ادويه ولا حامل ولا رحت للدكتور في كيس ولا اي حاجه. ده تاثير من الحمل عشان ما كبتش ولا ايه؟ الحاجه اللي اقول له حسن روح يدور في الاوضه، يروح بره، مش فاهم. تمام. طب يا مدام دعاء، انا بس عايز اسال حضرتك سؤال. هل حضرتك بتقول له انت غبي، انت ما بتفهمش، انت عبيط مثلا؟ بس هتكلم النقطه دي. ايوه بقول له كده. بتقولي له كده؟ تمام. كويس. ماشي يا مدام دعاء، الدكتور احمد هيرد عليك. شكرا جزيلا لاتصالك. طيب نرد على الاتصال ده لانه مهم بصراحه. فكره بصراحه هي قالت نقطه مهمه جدا. لسه بقولها ان الام برضك شبتول تقول غبي، كلمه أيوة. غبي دي نفسها تعبيط. الطفل لما يكبر ويبقى شاب هيفتكر فعلا ان هو غبي. وهيكون جواه، وهيكون جواه اصلا مواهب خلاص اتمحت، كويس، ما عادش موجوده. السلوك بقى اللي هو بيعمله ده تشخيصه طبيا ممكن يبقى هو تشخيصه كالاتي. اول حاجه ممكن الطفل ده بيلعب كتير على اللابتوب، ودي مشكله كبيره على الموبايل والموبايل والكلام ده، بنسميه طفل لعبي. تمام. فمن كتر الوضع ده مش عاوز يذاكر، مفيش تركيز، في نقص تركيز، بيعند تماما. تاني حاجة ممكن الأم مهتمية بالأطفال التانية عنه. كويس. فالطفل برضك بيغير. بيغير من الموقف ده. طب ده يخليه مثلا طب لو قالت له هو بتقول بيلف حوالين الحاجة، يعني ما بيكونش مركز، أو هل ده ممكن يدينا إشارة لإيه؟ لا، إشارة إن هو إن زي ما قلت لحضرتك ممكن يكون بيغير. كويس. برضك في نقطة مهمة جدا. أيوه. ممكن سوء التغذية ونقص الحديد بيأثر على تركيز الطفل. يعني ده بيأثر على تركيز الطفل. النمو العقلي والبدني. الاثنين. مش البدني بس. الاثنين. الناس بتفتكر أنا عاوز حديد لابني علشان كده، لا، والعقلي كمان. كويس. فبالتالي ممكن يكون عنده اجاوب له نقص فيتامينز. برضو شوفي اولا ما ينفعش ان انت تقولي له اي الفاظ بغبي كذا 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 كذا، انت كده خلي بالك ان الطفل ده هيبقى شاب في المستقبل، ولو عنده مشكله هتزيد وهتكبر يعني. وهتكبر. ثالث حاجه شوفي برضو معاملتك. ودي برضو لاحظتها كتير جدا. معاملتك معاه ومع الاطفال التانية اخواته. ممكن تكون انت غصب عنك بيتعاملي فلان احسن من فلان. ليه؟ اصل فلان دوت عنده مشاكل في القلب. اصل فلان ده عنده كذا. لا برضه ما هو انت كده لازم تعدل في المعامله شويه. ما ينفعش. لان الغيره دي هتتولد فيما بعد برضه. كويس. وانت مش باقياله.
لا انت ولا الاب اللي باقي له النفسيه اللي انت هتتركها له والكلمه الكويسه والبناء الكويس. بالظبط كده كويس. فهي السلوكيات مهمه جدا. برضك بعد اذن حضرتك لو في، طبعا هو وارد ان في مشاكل اجتماعيه، وارد ان الاب والام بيشكلوا مع بعض، يفضل يكونوا بعيد عن الطفل. عن الاطفال ده ممكن يعمل عنده برضه تشتت وعدم تركيز ونقص وكره وكره كمان وكره وعزله تماما. كويس. طيب يا دكتور احمد، عشان بس الوقت ما ياخدناش، دايما مقتنعين انه في بعض الامراض هي اوراد بنقول عليها وراثيه، جينات وراثيه. تمام. الطبيعي جدا يقول لك التوحد ده لان ممكن يبقى في حد في العيله كان عنده توحد. تمام. هل التوحد ده وراثي؟ ولو وراثي بنقدر نكتشفه ازاي؟ ولو مكتسب بيكتسب ازاي؟ تمام. هو دي يبقى دي النقطه اللي هي ايه هي اسباب التوحد؟ ايه هي اسباب التوحد؟ التوحد اولا من ضمن الاسباب خلل في النمو الجيني والنمو العصبي. كويس. بنعمل حاجه اسمها عوامل كروموزومات وراثيه للطفل ونشوف وضعه ايه. تاني حاجة برضك زي ما حضرتك قلت، لو في الأقارب سواء درجة أولى أو درجة تانية أو كذا، برضك وارد جدا يبقى ده توحد. كويس. وبنسميه توحد أولي. برضك في حاجة مهمة جدا الناس ما بتاخدش بالها منها وحصلت معايا في العيادة، معلش، اللي هي إن في طفل تشخيص الحالة بتاعته كانت طولت، يعني كان عنده التهاب سحائي، كان عنده حرارة شديدة جدا. وللاسف اتشخصت متاخر تماما واثرت على المخ. الطفله ديت عندها 8 سنين، كانت شاطره جدا واجتماعيه وبتتعامل مع الاطفال. بعد مرور حوالي سنه وسنه ونص من المعاناه اللي عانتها، اصبح عندها توحد مؤقت. توحد مؤقت. حلو. ايه بقى هو التوحد المؤقت؟ التوحد المؤقت الا وهو ان الطفل بدا يحس ان هو ملوش لازمه. ايوه، بدا يحس ان ملوش قيمه في المجتمع، ملوش قيمة ولا في البيت المجتمع ولا في الاسره. يعني ان مش عارف يركز. ده انا كنت بكتب اسمي قبل كده صح، لا مش عارف يكتب حاجه، مش عارف مثلا اسمه، مش عارف الضرب، مش عارف اي حاجه من ديت. فبالتالي بيتولد في المخ العقل الباطن ان هو معلش غبي. دي عشان كده برضك من ضمن اسباب التوحد ان الطفل ساعات بيعاني من حاله مرضيه مزمنه ومطوله. كويس. دي برضك مهمه جدا. قلنا برضك اهمال الام والاب للطفل ده لفترات طويله. برضك بلاحظها ان الام ماسكه الموبايل او التابلت، قاعده بتتفرج، قاعده وسايبه الطفل تماما بيلعب. ده طبعا برضك مشكله كبيره جدا بتؤدي الى التوحد. كويس. احنا اسره، تمام، اكتشفنا تمام انه في طفل عندنا عنده توحد. طبيعي. تمام. جدا انه طريقه المعامله معاه مش زي طريقه المعامله مع الشخص الطبيعي. تمام. كويس كده. تمام. كيف تتعامل الاسره المصريه مع طفلهم الذي اصيب بالتوحد؟ وخلاص اكتشفنا، خلاص اكتشفنا وتاكدنا من خلال التشخيص والاعراض والكشف الطبي انه هذا الطفل يعاني من مرض التوحد، سواء كان بسبب مشاكل في الكروموزومات او مشاكل بسبب ناتجه بشكل مؤقت او خاصه بتعلقه بالسوشيال ميديا او وسائل التواصل الاجتماعي. تمام. المختلفه. كيف نتعامل مع هذا الطفل في المراحل المختلفه؟ اقول لحضرتك في قصه هي كانت حصلت معايا في العياده بصراحه، والام دي لحد الان انا يعني قدوه ليا. ليه؟ ابنها عنده توحد، عملت ايه؟ درست دبلومه خاصه للتوحد عشان تتعامل مع الطفل ده. ان شاء الله. دي نادره. دي نادره. دي ام نادره. دي بجد. وعندي في العيله دي ام نادره جدا. والعكس حصل موقف تاني ودي بقى برضك مهمه جدا. أيوة. ان في اب عنده بنات وجا في الاخر جاب ولد، فبقى ديك البرابر. ايوه. يبقى ما يتضربش، اوعى تضربوه، اوعى محدش يكلمه، محدش يبص له، محدش يزعله. الواد ما عادش بيتكلم، عنده مشاكل توحد. كويس. ده مكتسب. مكتسب بسبب الاب والام ومعاملتهم الخاطئه. يعني انت عايز تقول لي انه الاب يعني ممكن الاب والام يكونوا هما السبب الرئيسي والاساسي في اصابه طفلهم السليم بالتوحد. بالظبط. كويس. المؤقت. التوحد المؤقت. طيب نعالج ازاي؟ الى حد الان لا يوجد علاج واضح وصريح للتوحد. بنسميه تاقلمات. يعني ايه؟ علاج سلوكي. كويس. لازم ان انا CBT او العلاج المعرفي السلوكي. كويس. ان انا بخليه يتاقلم مع المجتمع،
بخليه يحضر مع زمايله مثلا اي الحفلات باي مناسبات، بيبقى معايا عادي ما فيش اي مشاكل، انا نفسي بعملها في العياده. كويس يعني. واحنا بنتكلم عن العياده هيكون معانا صور لمركز الدكتور احمد سلام، هي ظاهره معانا على الشاشه لو حضرتك ايه دي صور من داخل مركز الدكتور احمد سلام لاطفال. هل الاطفال دول كانوا مصابين بالتوحد ولا بشكل عام؟ لا دي بشكل عام. كويس. بشكل عام انا بخليهم يتقبلوا اي علاج. كويس. انا يعني شايفك بتتعامل معاهم قريب منهم وتتصور معاهم حبايبي، بتتكلم معاهم بقول لك حبيبي العيال بقى. حبيبي العيال، طبيب اطفال حبيبي العيال. كويس. فهي دي نقطه انا بقول لك، بقول لحضرتك دي تحدي انا مركز عليها جدا، لان هي دي نمو وبناء الطفل اللي هيصبح شاب في المستقبل اللي نهتم بيه في المجتمع، هيبقى معانا ايه مجتمع شباب مستقبل افضل. كويس. ودي مهمه جدا. كويس. تاني حاجه احنا قلنا تاقلم مع المجتمع، زي تاقلم مع المجتمع ونشاطات وينزل ويحضر وحاجات زي كده. كويس بالظبط. دي النقطه الاولانيه. دي النقطه الاولانيه. النقطه الثانيه يفضل ان هو يبقى يكون في مدارس خاصه ومعروفه، مدارس خاصه بطرق معروفه بطرق وتنميه تربويه ممتازه ومتوازنه ومتكامله. كويس. مش اي ليه؟ مش اي مدارس بالظبط. لان المدارس دي هي اللي هتطلع من جواه المهارات دي. كويس. هتنمي مهارات المهارات اللي عنده. فبالتالي في طفل ممكن ما شاء الله بيرسم، في طفل ممكن بيخترع، في طفل في انجلترا عنده توحد اخترع روبرت وما شاء الله. ففي الناس ديت اذكياء اذكياء وليهم مهارات وممكن تكون افضل من الطبيعي من الطفل. كويس. ايه كمان عشان وقت الحلقه باقي اقل من دقيقه. انا برضك ان انا بحاول ان انا اهيئ له المواضع المؤثرات البصريه المؤثرات الضوئيه بالنسبه لنا. كويس. بندي برضك حاجات تساعد على ان هي تنشط التركيز بتاع المخ، دي علاجات ويعني بندي حاجه تركز ايه تنشيط للمخ. كويس. حاجات حاجات زي مالتي فيتامين او فيتامينات بالظبط كده بتزود معدل التركيز الذهني لدى الطفل. بس كويس. وبنتابعه طبعا. كويس. دكتور احمد لو هينصح المشاهدين نصيحة أخيرة في نهاية هذه الفقرة، ينصحهم بإيه؟ أنا أنصحهم بقول إن يا جماعة أطفالنا مسؤوليتنا أولاً. يعني الأطفال بريئة، الأطفال لهم نفسية مهمة جداً، مسؤوليتنا. ما تضغطيش على ابنك في الأكل في وقت هو مش عاوز ياكل، في العلاج، ما تتشكلوش مع بعض قدام الطفل ده، ما تزعقلوش، موضوع لطم الطفل بالقلم والكلام ده كله اكبر غلط للطفل، عشان كل ده لو ما بانش وهو طفل هيبان وهو شاب. كويس. وهيبني شخصيه ليه ضعيفه جدا. الدكتور احمد سلام محمد اخصائي طب الاطفال وحديثي الولاده والملقب واللقب المحب اليه طبيب الاطفال وحبيب العيال، انا بشكرك شكرا جزيلا لوجودك معنا، امتعتنا واسعدتنا على شاشه قناه صحه وجمال. مشاهدينا الكرام في كل مكان، انا هاخد من كلام الدكتور احمد وهختم بجزئيه مهمه جدا، انه الحاله النفسيه والمزاجيه للطفل هي مهمه جدا جدا جدا، وقد يصبح هذا الطفل في يوم من الايام يعاني من اضطرابات نفسيه او امراض نفسيه او مشاكل زي الاوتيزم، التوحد اللي بتوصل في بعض الاحيان انه هذا الشخص ما بيتعالجش ومضطرين ان نتعامل معه في المجتمع بسبب تعامل الاب والام الخاطئ. ونرجع نسال نفسنا ايه سبب ان الطفل عنده مشكله، قد نكون نحن السبب. ان شاء الله باذن الله اشوفكم في حلقه قادمه اخرى، والى ان نلتقي بكم مره اخرى، لكم مني كل التحيه والتقدير، انا خالد صقر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.